وجه رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول حرب العراق جون تشيلكوت الأربعاء انتقادات قاسية لرئيس الوزراء السابق توني بلير، معتبرا أن اجتياح العراق في العام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية، وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. وأفاد التقرير الطويل المؤلف من 2,600,000 كلمة والمنتظر منذ 7 سنوات بأن بلير وعد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بالوقوف معه في خصوص العراق مهما حدث. We have concluded that the UK chose to join the invasion of Iraq before. استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً. استنتجنا أن القرارات في شأن خطورة التهديد الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية لم يتم تبريرها وتأكيدها. رغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح. المخططات والتحضيرات للعراق في فترة ما بعد صدام حسين لم تكن مناسبة على الإطلاق. The planning and preparations for Iraq after Saddam Hussein were wholly inadequate. أما بلير فقد رد من جهته على تقرير لجنة التحقيق بتأكيد أنه تصرف بما فيه أفضل مصلحة لبريطانيا، معتبرا أن العالم أصبح أفضل وأكثر أمانا بعد حرب العراق، وأنه اتخذ القرار الصائب. واستمعت اللجنة في إطار تحقيقها إلى 120 شاهدا بينهم بلير وغوردن براون الذي تولى رئاسة الحكومة خلفا له.